9 محافظات في الوسط والجنوب تمت مناقشة الخطط الأمنية وتقييم مدى الاستعدادات فيها من قبل اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، وسط تأكيدات رئيس اللجنة إرسال تعزيزات أمنية وعسكرية من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع لسد حاجة قيادات العمليات في عدد من المحافظات. الاستماع إلى عرض للخطط من قبل رؤساء اللجان الفرعية، وكذلك استماع إلى تقييم أمني من قبل رؤساء اللجنة الأمنية في هذه المحافظات، والتقييم الأمني اختصر للدائرة الانتخابية الواحدة. حقيقة تم عرض الخطط وتم تعديلها، وكانت هناك مناقشات مطولة للجوانب الاستخبارية وجوانب العمليات. استحصلنا موافقة السيد القائد العام على تعزيز القيادات التي تعامل العجز في القطاعات من قطاعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع. توفير مناخ آمن لإجراء الانتخابات يعد أهم مقومات نجاحها، ويضمن مشاركة واسعة، ما يتطلب جهودا استثنائية لمنع حدوث أي خروق تعكر جو الانتخابات العام. الاجتماعات كانت واضحة، هي وضع اللمسات الأخيرة للخطة لتأمين الانتخابات على كل المستوى في كل محافظة. يعني نتكلم عن المراكز الانتخابية، عن حركة المواطنين، عن الخطة الإعلامية وبكل تفاصيلها، وتم التوصل إلى الكثير من الأمور والمناخات اللي سوف تؤمن جو هادئ ومستقر وأمين 100% لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وتؤكد قيادة العمليات المشتركة أن خطة حماية مراكز الاقتراع ستكون خطة مرنة تعتمد على التنسيق مع مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتضمن جوا انتخابيا آمنا في جميع محافظات البلاد. من مقر قيادة العمليات المشتركة، حسام التميمي، العراقية الإخبارية.